السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم يوسف مروسي. هذا الفيديو إن شاء الله هو تكملة للفيديو السابق، اللي ما شافاش راح نخلي لكم في الأعلى الرابط نتاعه. واش شفنا في هذاك الفيديو؟ شفنا ثابت أولر اللي هو أ يساوي بالتقريب 2.18 18 28 18 28 5 إلى آخره، يعني عبارة عن عدد غير منتهي. في الفيديو إن شاء الله راح نشوفوا الدالة الأسية والدالة اللوغاريتمية النيبيرية. أكيد أول يمكن تعريف للدالة الأسية. الدالة الأسية يا جماعة أي دالة تكتب من الشكل A أس X، هكذا F X يساوي A أس X، حيث A هذاك لازم يكون مختلف عن أصل. إذا واش راح ندير الآن؟ راح نشوف واش هي هاد الدالة الأسية، ولكن قبل ذلك راح نديرو التعريف للمشتقة. التعريف المشتقة عن طريق النهاية تكتب من الشكل الآتي: أف فتحة لـ X تساوي ليميت لما أش تؤول إلى صفر. يعني تقريبا كما كنا نديرو العدد المشتق، الآن راح نديرو المشتقة. راح ندير الكسر نتاعي هكذا، بالفوق عندي أف X زائد أش ناقص أف لـ X مقسومة على أش، أكيد لما أش يؤول إلى صفر. هذا هو التعريف تاع الدالة المشتقة. الآن نشوف مثال على دالة أسية، مثلا F لX يساوي 2 أس X. نجيو لهنا جماعة الخير، نشوفوا المشتقة تاع الدالة هذه 2 أس X. إذا راح ندير ليميت لما X، عفوا لما H تؤول إلى الصفر، بالأحرى ننتقلوا هنا أحسن، ليميت لما H تؤول إلى الصفر، ندير كسر كبير، حيث فهمنا أن f x زائد h ناقص f ل x مقسومة على h وتساوي ليميت لما h تؤول إلى الصفر، كذلك كسر كبير. الآن جماعة الخير، بما أن الدالة نتاع 2 أس x، إذا هذه x زائد h نحطها في بلاس x، يعني إذا نحتل لي من الجهة 2 أس x زائد h، والأخرى f ل x راح تقعد 2 أس x مقسومة على h. أكيد الآن راح نستعمل خواص تاع الدالة الأسية. الدالة الأسية واش يقول لك؟ يقول لك لما تكون a أس b، عفوا مثلا نقولوا 2 أس a زائد b، واش تساوي؟ هي 2 أس a في 2 أس b. إذا نطبقوا نفس الفكرة هنايا، راح تولي لك ليميت لما h تؤول إلى الصفر، ندير الكسر تاعي أكيد. من بعد هذيك 2 أس X زائد H راح تولي لي مخاوص الأسية 2 أس X في 2 أس H ناقص 2 أس X على H. إذا واش راح ندير دوكا؟ راح نخرج هذيك 2 X كعامل مشترك، ليميت لما H تؤول إلى صفر، نخرجو 2 أس X كعامل مشترك. واش راح يبقى لي؟ راح يبقى لي فقط 2 أس H هنا، وهذه بما أنها مضروبة في واحد، إذا نحتولي لك ناقص واحد مقسومة على أش. الآن هاد 2 أس إكس بما أنها ثابت، كي نقولو ثابت يعني ثابت بالنسبة للنهاية نتاعي، أنا النهاية لما أش، وهذي 2 أس إكس ما فيهاش أش، إذا نقدر نخرجوها، إذا نقدر نحذفوها من هذا المكان هذا، إذا ندير هنايا 2 أس إكس. مثلا كيما نكونو نحسبو في النهاية لما إكس تؤول إلى عدد، يكون عندي عدد نقدر نخرجه من النهاية ماشي مشكل. الآن يا جماعة الخير هنا منقدرش نطبق العدد المشتق، علاش؟ لأنني ما نعرفش المشتقة تاع الدالة الأسية، لأ راني نحوس عليها. إذا هنا نديرو يعني طريقة بسيطة، نديرو مثلا أش عدد يؤول إلى الصفر، مثلا نديرو أش تساوي 10 أس ناقص 3 مثلا، ونعوضوها هنا، يعني نديرو 2 أس بالآلة حاسبة مباشرة، 10 أس ناقص 3 ناقص 1 مقسومة على 10 أس ناقص 3، راح نلقاوها بالتقريب تساوي 0.69. إذا هاد النهاية واش راح تعطيني في الأخير؟ راح تعطيني 0.69 في 2 أس إكس. هادي كيفاش حسبناها؟ حسبناها بطريقة مباشرة بالآلة الحاسبة. نفس المبدأ، كون نطبق مثلا 3 أس إكس، دالة 3 أس إكس راح تعطيني عدد ثابت في 3 أس إكس، أي دالة. الآن هما سقساو رواحهم، علاش ما نحوسوش على دالة هكذا، دالة أسية، وين هاد العدد هذا اللي راكم تشوفوه هنا، اللي دائما راه يظهر في المشتقة،
أولا ترجموا هذه المشتقة، إذا أف فتحة لي إكس هي تساوي 0.69 في 2 أس إكس. الآن هما تساءلوا علاش ما نحوسوش على واحد الدالة، كاين دالة أسية كنحطها، هذا المشتق هذا العدد اللي راه تشوفوه هنا الثابت هذا يساوي الواحد، هكذا. ولا ممكن نديرو تعميم على الدالة الأسية، أي دالة أسية AX دائما تعطيك واحد ثابت في AX. الآن التساؤل نتاعنا وقتاش يعني حابين ك تساوي واحد، إذا راني نحوس على هذيك الأ، واش هو الأ اللي كنحطه راه يعطيني هذاك الواحد هذا. بعد تجريب واش لقاو؟ لقاو أن هذاك الأ ما هو إلا أو، يعني لما ندير الدالة أو هذه، هاد ثابت أو، ونشكل دالة مكونة اف اكس تساوي او، هذاك ثابت اللي شفنا في الفيديو السابق اللي هو ثابت اولى، لقاو باللي لما نشتقو اف فتحة اكس تعطينا واحد ثابت واحد في اسية اكس، وهذه ما تعرف بالدالة الاسية النيبيرية. الدالة الاسية النيبيرية المشتقة نتاعها هي نفسها، صح؟ هذه هي كأول شيء من جهة الدالة الاسية. الان الدالة اللوغاريتمية النيبيرية هي الدالة العكسية نتاع الدالة أسية إكس. كي نقول لكم أجمع واش هي الدالة العكسية، نفس المبدأ، مثلا إكس مربع وجدر إكس، إكس واحد على إكس، هادو دالات عكسية، يعني كل وحدة تلغي الأخرى، هكذا. الآن استخرجوا واحد الدالة يسموها اللوغاريتمية النيبيرية ألان إكس، هذه ألان إكس تلغي الأسية والأسية تلغي الألان. نعطيكم مثال، مثلا مثلا جدر اكس كي ندخل عليها المربع راح تعطيكم اكس، صحيح؟ نفس المبدا هذه الان كي تكون عندك اسيه اكس ندخلوا عليها الان تعطيكم اكس. هذه واش معناتها الداله الاسيه، عفوا الداله العكسيه، انتم ماكوش مطالبين بها في البرنامج تاعكم هذا العام، يعني نعطيكم مفهوم سطحي فقط. اذا الداله اللوغاريتميه النيبيريه هي العكس نتاع الداله الاسيه. ولاحظوا ايضا أن هاد الثوابت اللي تلقاوها هنايا ما هي إلا ألان 2. مثلا في التعريف تاع المشتق تاع 2 أس إكس، هذاك الثابت هذاك هو نفسه ألان 2 مثلا. إذا حنايا كي درنا الحالة العامة تاع أف فتحة لي إكس هي كا في أسية إكس، هاد الكا هذا ما هو إلا ألان أ. وهذا هو مدخل بسيط للدالة الأسية واللوغاريتميك. هذا إن شاء الله باش كي تدخلوا لهم مباشرة راح تكون عندكم واحد المفهوم موسع عليهم، وما يجيوكمش كما يقول لك حاجة كبيرة، بما أنهم مفهومين جديدين عليكم هذا العام إن شاء الله. إذا إن شاء الله تكونوا استفدتم معنا في هذا الفيديو، ماذا بكم تشوفوا الفيديو اللي قبل وهذا عاد باش نفهموا الدالة الأسية واللوغاريتميك النيبيرية. إذا كان معكم يوسف المروسي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.